من صوت جابرييل عبد النور بهالاغنيه الروحيه لمر شربل الى صوت وصوره وحضور لجابرييل عبد النور من داخل استوديوهاتنا بيوم جديد. صباح الخير واحد مبارك. صباح النور الي واحد مبارك لك ولكل المشاهدين. اهلا وسهلا فيك. يعني جابرييل عم بحضرك عم شوف قد ايه عندك حرفيه بالاداء حتى بمخارج الحروف هالموج العالي يطلع الحرف مزبوط، بين انك تشتغل على التكنيك وبين انك تعطي النغمه حقها وبين احساسك وايمانك، في شيء بيلغي الاخر او في شيء يعني بيتفوق على الثاني ولا كلهم بيجتمعوا تا نقدر نحن نشعر باداء الفنان او المرنم اللي عم بيأدي الترتيله او الاغنيه، بس عم بحكي بالترتيل لان دائما هيك يمكن بيكون في احساس مختلف. اللي كله بده يجتمع سوا وبدك تكون فول كونسنتريشن، يعني تركيز حقيقه مطلق بيكون للي عم بيغني، كنت باستوديو او كنت على المسرح، تركيز مطلق لانك انت طبقه ما تطلع براتها نهائيا، الحرف ما تقوله بطريقه تشوهه، حتى ما تنسى اوقات كلمه، والاداء مهم. يعني شوف التكنيك شغله كتير كتير مهمه، بس انت كمان توظف صوتك بكل مطرح باللي بيلبق له او بيلبق للعمل. يعني مع الوقت في فلسفه المغنى فتت فيها اكثر، يعني انك انت تفوت على القطعه الموسيقيه الغنائيه، تقعد جواتها تبحبش فيها بكل تفاصيلها لا تقدر تغنيها حقيقه. بس بالغناء السطحي صرت افهم انه في شيء اسمه غناء سطحي وفي شيء غناء انك تفوت عن جد على قلب الكلمه. هيدا اللي بيخليك تعيش هيدا الاحساس وتتمعن بكل حرف من احرف كلمات الاغنيه عم بتقوله. اجباري اكيد، كل حرف بدك تعطيه حقه، اجباري اكيد. طيب الايمان بيكون حاضر، العنفوان حاضر، لان اليوم مثل ما قلت عنوان اللقاء ايمان وطن وجرح اللي بعده لحد هلا عم بينزف، وان شاء الله يا رب يعني منلاقي هيك خاتمه لهيدي الاحزان اللي ما عم نعرف نخلص منها. كلهم حاضرين بصوتك يعني لتكمل كانت حريق كمان للاسف يعني رجعت لبالنا ب 15 تشرين الاول 2019 هالحرايق اللي امتدت هيك على جبال لبنان، وشفنا قد ايه كان في حقن للنفوس وردات الفعل ما كانت يعني محموده بوقتها. برجع لك عناصر ثلاثه اليوم اجتمع بلقائنا معك، بلشنا عم نمجد ربنا من خلال قديسيه على الارض، كمان اليوم 1 آب عيد الجيش اللبناني، وبعرف كانسان لبناني وطني رح اترك المجال انت تعبر، بس انا بعرف انت شو شعورك تجاه المؤسسه العسكريه، ترجم لي. لي شعوري اقوى اكثر لاني ساكن باليرزي، ونحن عم نحكي يعني باليرزي بقرب وزاره الدفاع، بقرب الفياضيه، يعني بقرب الحضور الكتير كبير للجيش وبالحواجز كلها يلي حول بيتي. ما بتتخيل قديش بتاخد منهم طاقة إيجابية. أنا مش عم بحكي عن اللي استشهدوا بعد، مش عم بحكي على الجبهة، مش عم بحكي على بروس الجبال موجودين، أنا عم بحكي بس بأبسط شيء عن هود اللي عن العناصر يلي حولي. اول شيء بتقطع من حدهم بصير تحس بهالطاقة الايجابية اللي فيهم، يلي بيكون منقوع اوقات تحت الشتة مدري قديش، او بالليل بيكون ايام ساقعة، نحن ما قلنا قلب نفتح شباك السيارة، وهن بعز الساقعة لا بيتزمر لا 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 بتلاقيه زعلان، بتلاقي بس البسمة على وجهه والله معك. هيدول ناس صرت انا بشعر عن جد انهم هن مثل اخوة لإلي. بعدين نهيك عن القيم يلي بناخدها منهم، أنا بكون قاعد على بلكون بيتي عم بسمعهم بالاستقلال بالعرض العسكري تبعهم، عم بسمع ضربة جزماتهم على الأرض، رينجر تبعهم كيف عم بيضرب على الأرض، عم بسمع صرخاتهم، عم بسمع الأناشيد. هيدي القيم يلي كمان بناخدها من هيدي المؤسسة المبنية على الشرف وعلى التضحية وعلى الوفا وعلى العز وعلى يعني شو اكثر من انه واحد بيقدم حياته كرمالك.
نعم. حياته عم بيقدم، مش عم بيشيل مليون دولار. هيدا اللي قلته الصبح وعم نهدته، نحن عم ندفعلك معاشك. هيدي انت بتقبض من مصرياتنا من تعبنا. خلينا بالاجواء الايجابيه. ما هو لا، لانه الصبح هيك كانت الانترودكشن عندي، وهلا حضرتك اشرت لي. لان هيدا اكثر مشهد استفزني بحياتي 100%. هيدي بدله لو شو ما صار لازم نبقى محترمينها، واذا نحن ما احترمناها، يعني اذا هيدا الشعب ما احترم، يعني هيدا الشعب ما بيستحق الحياة، ما بيستحق الشرف، لأنه أنت عم بتواجه أو عم بتجرب تزل أو تنزل من قيمة بدلة الشرف يلي بعدين نحن كمان ما لازم ننسى يلي لهلا عندهم إعاقات. صحيح. وهود اللي بيموتوا بنهارهم ألف موتة ونحن أوقات كمان بننسيهم. مزبوط. جابرييل، تحية الجيش رح بتكون بآخر المقابلة. تحية الغنائية. تحية الغنائية. بدي ابقى بجو الوطن، لان يعني اللي صار باربع اب بيعني كل لبناني، اكان بمؤسسه عسكريه، مؤسسه امنيه، باي مؤسسه كان، على صعيد الافراد، على صعيد العائلات، على صعيد المناطق اللبنانيه. يمكن نحن بعاد عن بيروت ما تاذينا، ما حدا يعني من افراد عائلتنا انه دقته شوكه، ما عندنا بيوتهم، ما راحت سياراتنا، ما راحت ارزاقنا ومحلاتنا، بس كلنا مصابين. وهيدا كلام عن جد منه شعر، والله اوقات بصير بعتقد مجرد تقطع ببيروت وتطلع بس شو صاير فيها، هيدي النكبه يعني. يعني حتى لو ما تقطع احضار يعني على التلفزيون، هيدا شيء بيعصرني. وبكره بتصور رح ترجمه الصبح بافتتاحيه يوم جديد، لما بيقولوا لك مشتاق ضمه او مشتاق شم ريحته، يعني قد ايه هيدا الجرح كبير. والموت حق، بس مش بهيدي الطريقة اللي صار فيها، لأن في هون جريمة وفي مذنب ولازم ياخد عقابه، ولازم ترفع الحصانات عن كل المسؤولين حتى يكونوا أمام القضاء. أنت ترجمت بغنية، يعني سلاحك اليوم هو صوتك إجباري وفنك جابرييل. إجباري أكيد. بس كمان بدي أطرح سؤال آخر، البعض بيقول ما بقى، وعفوا على التعبير واكيد مش انت المقصود، بس انا كمان من خلالك عم بوصل مساج، ما تستغله، لان شفنا كثير اعمال وصارت عشوائيه تجاريه ونفس المشاهد كلها تكررت، وبناخذ صور وياخذوا سيلفي تحت 100%. وما حدا تعب، يعني ما حدا بتعرف الي اول البوم لإلي، انت بتعرف جبران خليل جبران، ولكم لبنانكم ولي لبناني، يعني كان لبنان ومفكر كثير من لبنان بصوتي وبفكري، وهيدا كان همي اني احمل لبنان بصوتي. تاني البوم لإلي عنوانه كان قمر بيروت، كمان تحية لبيروت. يعني انا بعدين بكل شيء مثل فيه لبنان برا كنت بعتبر، وهيدا الواقع، انه يعني امين كنت لبلدي ولعاصمتي، وهيدا الشيء حملته عطول بصوتي. يعني انا مني ناطر كرم بيروت ليصير لأنه صار في هيدا الانفجار، بس نحن كمان مفروض لفتة منا تجاه انفجار من أكبر انفجارات صارت بتاريخ البشرية، غير وجه العاصمة. صح. كلها. وعم تحكي أنت عن اللي صاير بسيارات الناس وببيوت الناس وبالناس اللي بعدها كانت تحت الأنقاض ودفنوها، وهي يعني ما بدنا نضلنا نعيد هالمشاهد المأساوية. أنا على فكرة أول ثلاثة أشهر ما كنت عم بقدر لا شوف صور ولا كنت عم بقدر أنزل على بيروت، لهيك أول عمل عن هيدا أخذ ثلاثة أشهر اللي عملته من كلمات الكبيرة باسمة بطولة. نعم. كان تحت عنواني بتوجعني بيروت. صحيح. ما كنت قادر أعبر عن هيدا الجرح الكبير. طبعا نحن كمان ذكرياتنا تحت، أنا طفولتي تحت بين هيدي الشوارع كلها، بين كل الأكيدين اللي كانوا تحت وشجر الفتنة والياسمين ومدري شو، كلهم منعرفهم هيدول، كل دراج الجميزي ودرج الفاندوم ودرج، يعني كل هيدي ومرمخايل وهيك، هودي طفولتنا، هودي روحنا نحن. يعني ما فيك تسكت عن هيدا الموضوع يعني. وكل واحد بعتقد انه، وبعدين في شباب كانوا حقيقة بيرفعوا الراس، شفناهم كمان نزلوا وساعدوا. أكيد. ساعدوا أكيد. بالأنقاض كل واحد بأكيد بطاقاته إنه يعملوا. هلأ لنرجع نقول إنه نحن مش لازم ننسى، مش لازم ننسى ولا نتناسى،
يلي بعدهم عم بيتألموا لهلا، رفيقتي لارا حايك اللي بعدها بالغيبوبه وعطول بحكي عنها، هيدي رفيقتي كانت مفخوت زلعيمه بفوتوا لها الاكل من زلعيمه ونايمه عيونها مفتحه يا ربي. يعني مأساة كثير كبيره ما فينا نسكت، لهيك كان هلا دمع الحجر لنقول انه نحن مش قادرين ننسى هيدا الشيء ولا رح ننسى. انه انت على البلاش جيت متت. صحيح صحيح. شو كان الهدف؟ شو كان الثمن؟ خلينا نسمع منك هيدي الاغنيه، ما بعرف اذا هلا انفعلت شوي، رح نسمعها ماينس 1 لفسر للمشاهدين انه الموسيقى حاضره وحضرتك رح تغنيها مباشر مباشر هلا من استديوهاتنا. يلا تفضلوا شباب، بتكون اخذت نفس ان شاء الله. بيروت يا حيث التقت أرض السماء أحلى تلاقي، كيف صار جهنم. بيروت يا حيث التقت أرض السماء أحلى تلاق، كيف صار جهنم. أنا من ترابك حفنة لكنني ظل السماء، متى إليك قد انتمى. بيروت يا حيث التقت أرض السماء، بيروت بل يا طفلتي وطفولتي، الصخر فيك غدا معي يبكي دما. بيروت بل يا طفلتي طفولتي، الصخر فيك غدا معي يبكي دما. كان البيوت بل القصائد شيدت حتى لا يسمع صمته متكلما. هي ذكرياتي بعثرت معه، كما لو قلت قلبي في هواه تحطما. هي ذكرياتي بعثرت معه، كما لو قلت قلبي في هواه تحطما. أو تدفعين ضريبة للحسن؟ ها حسد وعشق ولدا لك مجرما، ها حسد وعشق ولدا لك مجرما. أم قبح أيد من كثير قباحة أمرت ضحا في أوجه أن يظلما. وضياك آت ألف شمس في غد، أقمار حلم للسرات وأنجما. وضياك آت ألف شمس في غد، أقمار حلم للسرات وأنجما. من عاش أمسا هازئا بالموت لن
يرضى غدا للموت أن يستسلم. أنا بدي زقف مع أن بتوجع وبتبكي وبتدق فينا، وخاصة يعني آخر كوبليه كنت عم بتقولها عن الحقد والإجرام بحق بيروت والكره، بس هيدا الأمل اللي أعطيتنا إياه بآخر القصيدة. بدي زقف أول شيء للكلام لللحن، بدي زقف لموهبتك لصوتك لأدائك لإحساسك، بنحني قدامهم. الله يسلمك يا إليس. إذا منتمعن بكل كلمة بكلمتها منحس إنه منشوف هالصورة المشهدية، منشوف كيف كانت، كيف صرنا على ساعة 6 و7 دقايق بليلة 4 آب 2020. شو تغير بعدين؟ كيف تغيرت حياة كتار من الناس؟ ليش بدنا نغني إليه على طول للحزن؟ ما بعرف ما بعرف يعني ما بعرف. من 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 رحم الحزن. صح صح. عم نغني يعني. نتمنى نغني شي مرة نرجع بيروت الفرح إن شاء الله يا رب، بيروت القيامة يعني. ونحن إنه هيدي مش أول كارثة بتصيب بيروت، نحن خلقنا منشوفها عم ينهشوها كل جيل حرب من جوا من برا، من انفجارات، من ذبح على الهوية، من يعني للأسف بدها تحمل للأسف هيدي للأسف هيدي المدينة. يعني بلقائنا معك عادة بنحكي فن، بنحكي جولات وصولات. لا نحن ما بدنا ننسى هيدي الناس بس هيدي الفترة 100%. يعني كرمال هيك كانت صلاة صح، وكانت بيروت، وكان الجيش، لأنه هيدول ضمنتنا كمان نحن إنه بهالظرف. عايزين صلاة كتير يا إلي، لأنه الحقد اللي عم شوفه على مواقع التواصل كتير الاجتماعي هيدا ما توقعته من كتير. انا من حدا انا معتبر حالي ومعتبر اني انا منتمي لإله وهو منتمي لإلي، من اي منطقة من اي طايفة، هالتمسك بالزعيم اللي لانه طائفيا ممكن انت بس تدافع عنه للعمى، هالمسبات لبعضنا على تويتر على الفيسبوك، بعد يعني مجرد انت رأيك مختلف عني تسبك بدون ما ناقش أبداً. عم شوف شيء كتير بشع. هيدا البلد ما بيستهله، هيدا البلد اللي جاي من ألوف سنين المذكور بالتورات، هي بلد الأرز، هي بلد اللي تجلى فيه ربنا على حرمون، على حرمونه هون عنا، ما بيستاهل هيك. إن شاء الله يعني مثل ما ختمت هيدي الأغنية نرجع لبيروت، لمواعيد الحياة الحلوة النظيفة والصورة الحقيقية، بس كمان ما بدنا ننسى يعني حقيقة نحن بانتظارها بكتير من الأمور، وتحديدا يعني بقصة المرفأ حتى ما تروح كما سابقاتها من الجرائم وبتصير ممنوع. ممنوع أبدا، لازم ضمائر الكل تضل عم تشتغل على هيدا الطلب. الملح الوطني بامتياز. ألف تحية لكل المشاهدين، بدي أشكر متابعتكم اليوم. نحن بعد كم دقيقة بننتقل مباشرة إلى القداس الإلهي. جابرييل كيف بدك تقول للناس أحد مبارك؟ كيف بقلن إنه إن شاء الله هالحزن يروح. يعني نحن حملنا أحزان كتيرة، ونحن قدرنا مثل ما ذكرنا بالغنية الأمل، وإنه نرجع نوقف، هيدا قدر اللبناني. نحط شوية محبة بقلبنا تجاه بعضنا تسامح وتواضع. بدنا تواضع يا جابرييل. اكيد ونبني ونقول انه هالوطن للكل، مش لالي بس ولالك. لا بدنا نحيي الجيش. بدي احييك بدي اشكرك لاستضافتك اللي على طول الحلقه معك مميزه. بدي احيي شاعره كبيره من لبنان وتشكيليه باسمه بطولي، يلي هالاعمال كلها من صوتها يعني كمان عطيت مضمون كبير لمسيرتي الفنيه. وبدنا نختم للجيش ونقول لهم الوحدك أبطال كتار، نكبر فيك صغار كبار، خلقت المجد اللي ما بيخلق إلا للمثلك أحرار، واقف عحفافي الغربي اللي رح يوقع هو قلبي، ما بيتعدى بدافع معبى بواريد محبي، ذل وجوع ومش قادر إلا ما يمحي هالعار
يا لوحدك أبطال كتار، نكبر فيك صغار كبار، خلقت المجد اللي ما بيخلق إلا للمثلك أحرار، خيال وما بتركع خيل، جبين وطايل نجم سهيل، باسم الأم اللي عم تبكي بيحلو في محي لها الليل، من عمره بيكتب أعمار، راضي بهالورقة من الغار. سلم تمك، الله محيي الجيش اللبناني. أحد مبارك مشاهدينا، الله يحمي الوطن، الله يحمي لبنان، الله يحميكم.